أسباب التعلق المرض دي إيه؟ إيه أسباب التعلق المرضي؟ برضو 5، إن أنا أتعلق تعلق مرضي يضرني وبقاش شايف وضيع معاه واجبات. أول حاجة ضعف محبة رب سبحانه وتعالى، مش معظم الله سبحانه وتعالى، مش معظم في قلبك، مفيش عادي. فقلب تعظيم ربنا وتقديس ربنا وعبادات ربنا عنده ضعيفة، هيحصل ايه؟ يجي الشيطان بس بقى زي الريشة اللي موجودة قدامك دي تنفخ فيها تروح هنا وتعمل. لكن لو امتلأ قلبك بمحبة الله وبالشوق لربنا سبحانه وتعالى، دفعت التعلق ده وبقيت فاهم صح، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، ايه اللي حصل؟ هو كان في تعلق منها، لكن هو هم بالدفع وهي همت لأن قلبها مشغول. قد شغفها حب، قال لك الشغف شغاف القلب، مرحلة من مراحل الحب. قد شغفها، الشغاف ده شغاف القلب لامس الحب، اللي محوط غشاء ماسك على القلب كده، مش القلب مرضاش يطلع منه، محوط عليه مش راضي يطلع منه. غلط، ده مش صح. ما قلت لكم كتاب الجواب الكافي اللي هو الداء والدواء لابن القيم، كتاب جميل جدا جدا، بيقول ان الله سبحانه وتعالى اخبر انه صرف عنه السوء من العشق، في تفسير همت به وهم به، صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل باخلاصه، ان قلبه كان لله، اخلص قلبه لله، اخلص عمله لله سبحانه وتعالى، فلم يتمكن عشق الصور والبني ادمين من قلبه. ده امال ده بيتمكن مين؟ من القلب الفارغ. عشان كده دايما بنقول القلب لازم يكون في ايه؟ الله عز وجل، ربنا هو اللي فيه. اي محبه جوه تكون لله، وده معنى التوحيد. الناس اللي مش فاهمه بتقول لا اله الا محمد رسول الله، ايوه نشهد، وبعدين انت فاهم يعني ايه معنى لا اله الا الله؟ قلنا لا الحارسه ولا الكانسه تكنس من قلبي كل المحبه الا الله سبحانه وتعالى، والحارسه تحرس قلبي من اي شيء لا غير في عدم وجود فيه اخلاص لله سبحانه وتعالى بس. طب رقم 2 من اسباب التعلق قله العلم. المرء لو قل علمه وضعفت معرفته اشتبت عليه الامور، لكن لو انا فاهم ان ده حب وده تعلق، يعني ايه انه الاولى في القلب وايه الصح اللي المفروض اعود بالخير عليا ويعود بالخير عليا في الدنيا والاخره، العلم. فقله العلم والمعرفه بتجيب الكوارث دي. يجي ايه بقى؟ الاهواء والدجل والبتاع ومش عارفه نعمل لهم ايه. ده في ناس تقول لك ايه ده، انا هروح اجيبه بالحب بالاعمال، استغفر الله، حاجه كارثه. طيب رقم 3 من أسباب التعلق، ها، الفراغ. ناس فاضية، مفيش شغل الأوقات بما ينفع، مفيش ولا يفيد أصلا. الناس النفس ذات نفسها لو أنت ما شغلتهاش بالحق تشغلك بالباطل. وبعد السلف كان بيقول العشق حركة قلب فارغ. أيوة كده، يبقى القلب فارغ. أيوة لا عشق، هنقعد نهيز بقى، ما نيجي نحوله لعمل، ما تيجي نحوله لحسنات، ما تيجي نحوله لشيء يعود عليا بالنفع، لكن ما فيش فراغ. رقم 4 من أسباب التعلق فعل المعصية. للأسف الواحد ما بيخافش من المعصية، المعصية لها توبة، لكن يخاف منين؟ من شوق من المعصية، كارثة. وأسباب يعني من أسباب التعلق إنك تعمل معصية وتنسى عادي، بقى ما حاجة صغيرة، لا تستغفر ولا تتوب ولا تتبعها بعمل صالح، دي كارثة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كارثة. من ثواب الحسنة تجيب الحسنة اللي بعدها تشد أختها، ومن عقوبة السيئة تجيب اللي شبهها. فنستغفر على طول، نستغفر ما بين الصلاتين، يلا الدور قبل العصر تستغفر وتصلي ركعتين خلاص ربنا يغفر لك. 5 سبب من أسباب التعلق البعد عن الذكر. الله الله على الذكر. الذكر يملأ القلب هنا ونور وسعادة. الذكر يخليك ولا ذكر الله أكبر. أصلاً إضاعة الصلاة ومن إهمال الصلاة تبعوا الشهوات، ومن يعش عن ذكر الرحمن إيه نقيد له شيطان فهو له قرين. والتاني أضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات، مش ضيعت الصلاة خلاص بقى شوف الشهوات هتيجي عليك عاملة زي، ومتقدرش تقاوم.